اليوم العالمي للتطوع، مبادرات عربية ناجحة وثقافة بحاجة إلى تعزيز. مطر، مشروع ينير طريق المكفوفين بالعلم والمعرفة. برنامج اليوم مع باسل صبري وتيماء الخطيب. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج اليوم. وطبعا صباح الخير يا تيماء. صباح الخير يا باسل. عارفه يا تيماء، لما كنا بنتفرج على افلام الخيال العلمي كنت دايما تلاقي سيارات بتمشي وبعدين بتطير، بيطلع لها اجنحه فجاه وبتطير. انا عندي خبر صار لكل عشاق السيارات الطائره. الحقيقه ظهرت اول سياره في العالم قادره على الطيران والقياده لاول مره في الولايات المتحده، يعني اول مره نشوفها فعلا على الشوارع في مدينه ميامي بولايه فلوريدا، وبتحتوي على مراوح قابله للسحب او للطي عشان تقدري ان انت تسويها في الشارع وبعد كده تطيري بيها لو عايزه، وبتوصل سرعتها او ممكن يعني تقوديها لمسافه 750 ميل. يعني فعلا سياره ممكن تستخدميها في الحقيقه. يعني حاسه شركات الطيران هلا خلاص ما عاد يكون في لها شغل. في تاني ممكن نعمله بعد كده. وهي هي سياره فلاي اند درايف قيد الانتاج بالفعل، وعم تنباع بمبلغ 599 الف دولار مع 70 طلب مسبق حتى الان. من المقرر اصدار نسخه ارخص قليلا من او بعد ذلك بسعر 335 الف دولار، ومن المتوقع انه يتم تسليم اول سياره من هذا الطراز بسنه 2021. النسخه الارخص ب 300 الف دولار، الارخص بشوي. سيبك من كل ده، هي مع الوقت اكيد ومع الانتاج اكيد هترخص ثمنها، ولكن مش هي دي المشكله. المشكله في نظري لما الناس كلها تبقى سيئه سياراتها في الشارع وتحصل عجقه مرور، يحصل زحمه، الناس كلها هتقرر تطير، فهتاخد معاها العجقه والزحمه دي كلها للفضاء. لا يعني او للهواء. عملنا ايه؟ اللي اخترع هذا الموضوع بده يكون كمان بده يكون عامل حسابه، لازم ينظمها بقى كويس، يكون في تنظيم قبل ما أكيد تنزل السوق، ومو اي حدا بده يكون بيمتلك هيك سياره اكيد. سنبدا هذه الحلقه بالحديث عن العمل التطوعي، رغم ان العمل التطوعي هو عمل غير ربحي بالاساس ومن المفترض انه لا يعود بالنفع على المشتركين او المنخرطين فيه، الا ان مردوده المعنوي كبير جدا، فمجرد الحصول على صفه متطوع له دلالات اجتماعيه راقيه في كل المجتمعات. في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء هذا العام تحت شعار تطوع لمستقبل شامل. دراسة إحصائية أصدرتها مؤسسة جالوب الأمريكية عن مدى اهتمام المواطنين في 140 بلدا حول العالم بالأعمال الخيرية التطوعية كشفت أن العرب في صدارة الجنسيات التي تظهر بالفعل استعدادا لمساعدة الآخرين. لكن في تقرير حالة التطوع في العالم لعام 2018 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة التطوعي، كشف أن عدد المتطوعين في العالم العربي وصل إلى 9 ملايين شخص، أي ما يعادل حوالي 8% فقط من إجمالي حجم المتطوعين في العالم الذي يقدر عددهم بنحو 109 ملايين شخص. طبعا هناك عدد كبير من أنواع وأشكال العمل التطوعي، نستعرض الآن أمثلة يمكن تطبيقها في كافة المجتمعات. ونذكر بالسؤال الذي طرحناه على صفحة برنامج اليوم في فيسبوك عن التطوع وأهميته. السؤال هو: هل أنت مع إضافة نشاطات التطوع كمادة إجبارية في المدارس؟ الإجابات جاءت كالتالي: 48% قالوا لا، في حين 52% قالوا نعم. يعني نسب متساوية إلى حد كبير. عموما معنا الآن للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب المستشار في القانون الدولي الإنساني الأستاذ إبراهيم الدوسري. صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني بداية، لماذا لا تنتشر في مجتمعاتنا العربية فكرة العمل التطوعي رغم أهميتها، وبالرغم من أن الدراسات تظهر أن العرب بالفعل في صدارة الجنسيات التي تظهر استعدادا لمساعدة الآخرين؟
أسعد الله صباحك أخي باسل وأختي تيماء، أكيد السادة المشاهدين. طبعاً بالنسبة لثقافة التطوع في العالم العربي، يعني أنا ربما أختلف معك في مسألة أن الثقافة منتشرة لحد ما، ولكن الدوافع قد تختلف بعض الأحيان. يعني إحنا دائماً في المجتمع العربي نأخذ التطوع من يعني ديني بشكل 8% فقط من إجمالي حجم المتطوعين في العالم هم عرب، هذا الرقم يعتبر قليل. إذا تكلمنا عن العدد اللي هو 9 مليون، أنا أعتقد أن هي مسألة توثيقية فقط. يعني المملكة العربية السعودية الآن رؤية المملكة تضع أحد أهدافها الوصول إلى عدد مليون متطوع في 2030. أنا أعتقد إحنا وصلنا إلى نصف الرقم هذا توثيقيا في وقت بسيط جدا. المسألة هي فقط مسألة توثيقية، لكن أنت تشوف يعني ممكن حتى في الدول لما يصير فيها بعض الكوارث أو بعض المظاهرات السلمية أو حتى غير السلمية، تجد أول المتطوعين في الميدان هم دائما المتطوعين من المجتمع. إذا شفت أي حادث في الشارع، المجتمع يعني المرة دائما هم أول المسعفون، لذلك دائما نجد المتطوع موجود. لكن ربما مسألة توثيق العمل التطوعي أو الانتقال به إلى جانب احترافي أكثر تنظيمي هي المسألة التي نفتقدها في العالم العربي. الثقافة موجودة، هي ثقافة دينية متأصلة، هي ثقافة عربية كذلك ربما متأصلة بين قوسين، خلينا نقول المصطلح العامي هي الفزعة، موجودة عندنا مثلا في الخليج كذلك في المجتمعات العربية تحت مسميات أخرى. لذلك هي كثقافة موجودة، لكن ربما كفكر احترافي الانتقال بعمل التطوع إلى عمل تطوعي دولي وفق معايير قانونية سليمة، أعتقد أن هذا فقط اللي ينقصنا. ولكن يعني ينحصر التطوع بجوانب الإنسانية كدور الأيتام والمسنين أو زراعة الأشجار وتنظيف الشوارع، في حين يمكن أن يكون له أوجه عديدة أخرى مثل التطوع الإلكتروني، يعني تعليم أيضا، حرف ومشغولات يدوية يستطيعون الاعتماد على أنفسهم بكسب قوتهم وعدم استغلالهم أيضا. صحيح تيماء، ربما احنا الوطن يعني عندنا موضوع التطوع في جوانب زيارة الدور للمسنين أو دار الأيتام والمستشفيات، وكذلك تطوع محمود. ولكن احنا برضو ننتقل الى الحديث عن التطوع واستغلال المتطوعين في تنظيم الفعاليات والاحتفالات. بعض الشركات عندما تقيم مثل هذه الفعاليات تستخدم وتستغل المتطوع لتوفير مبلغ مادي كبير على هذه الشركه، قد تدفع لشركه تنظم هذا الحفل او الفعاليه. دائما نجد ان العمل التطوعي لابد ان يكون له مردود للمجتمع، مردود انساني، متى ما كان هذا المردود موجود فالعمل هو تطوعي سليم جدا. اما بالنسبه لانواع التطوع المختلفه، نعم هنالك تطوع الكتروني، التطوع الإلكتروني كذلك من أنواع التطوع اللي يستخدم في العمل الإغاثي والإنساني، خصوصا إذا تكلمنا مثلا عن مجال الترجمة أو عن مجال مثلا تصميم المواد الإعلامية التسويقية اللي قد تستخدم للتبرعات أو قد تستخدم لتفعيل بعض الجوانب التسويقية لبعض المنظمات. لذلك العمل التطوعي له جوانب كثيرة، وذكرتم في تقرير مميز حقيقة عن حتى التطوع البيئي، وهو تطوع يخدم المجتمع. متى ما كان هذا التطوع يخدم المجتمع ويصب في مصلحة المجتمع ويكون منطلق من دافع إنساني وليس من دافع عقابي، مثل بعض الدول تستخدم التطوع كعقاب أو الخدمة الإنسانية المجتمعية كعقاب لبعض المساجين أو بعض المخالفين، تطلب منهم ساعات تطوعية، وهذا ليس تطوع بالواقع، ولكن هو أكثر يعني خلينا نقول مخالفة ويتم تأديتها من قبل هذا الشخص. طيب. اليوم أستاذ إبراهيم، يعني من المسؤول عن إحياء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع؟ هل هي الأسرة التي ينشأ فيها الفرد؟ هل هي الحكومات أم منظمات المجتمع المدني؟ من في رأيك؟ بالنسبه للمسؤول عن احياء العمل التطوعي، انا اعتقد هو دائما يعني العمل التطوعي ينبع من الذات اولا، ثم الاسره من خلال تحفيز ومكافاه الاطفال اللي يقومون باعمال جيده، قد كذلك تزرع فيهم ثقافه روح العمل التطوعي. كذلك من خلال السؤال اللي طرح في تويتر، اللي هو سؤال هل المدارس مسؤوله عن او هل يطرح التطوع كماده دراسيه؟ انا اعتقد انه قد يطرح كنشاط في المدرسه اكثر من ماده دراسيه. لذلك المدرسه مسؤوله، لذلك المجتمع مسؤول، لذلك الاسره مسؤوله، كذلك الشخص من الدافع الذاتي مسؤول عن احياء العمل التطوعي. لان يعني احنا خلينا نقول هي زكاة النفس، خصوصا احنا يعني في المنطقة العربية، يعني تحديدا في المملكة ودول الخليج، يعني عندنا خلينا نقول يعني دول آمنة جدا، فمطلوب منا كذلك كزكاة لهذا الأمن ان احنا برضه نقوم بأعمال تطوعية تخدم مجتمعات أخرى، كذلك في الدول العربية تجاه أوطانهم اللي عندهم خلينا نقول عندهم كوارث طبيعية أو بعض الأزمات أو الحروب، كذلك تجاه الوطن مسؤولية انك انت تقوم بعمل تطوعي تخدم بلدك ومجتمعك من خلاله. لذلك المدرسة مسؤولة، الحكومة مسؤولة، الشخص الدافع الذاتي كذلك هو يبدأ
دائما من الأسرة منذ الصغر. صحيح، وحتى لو الثقافة موجودة يعني من المهم التذكير بها كل فترة حتى لا ينسى الناس أهمية هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، المستشار في القانون الدولي الإنساني. رسالة لها دور كبير في هذا المجال كذلك. بالفعل، أشكرك المستشار في القانون الدولي الإنساني الأستاذ إبراهيم الدوسري، شكرا جزيلا لك. ونبقى في ملف التطوع وتحديدا في سوريا، يعني لم تنتشر بشكل واضح ثقافة العمل التطوعي في سوريا قبل الثورة بسبب الإشراف المباشر للنظام وأجهزته الأمنية على أي عمل جماعي وخصوصا التجمعات الشبابية. ولكن بعد انطلاق الثورة السورية انفتح المجتمع السوري على مفهوم العمل التطوعي الإنساني، فظهرت عدة فرق تطوعية وجمعيات خيرية تميز فيها بشكل خاص فريق ملهم التطوعي الذي ترك بصمة خاصة في العمل الإنساني. انطلقت فكرة فريق ملهم التطوعي بسنة 2012 عن طريق مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، فوصل عددهم اليوم إلى أكثر من 150 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من غازي عنتاب براء بابولي، مناسق العلاقات العامة في فريق ملهم التطوعي. أهلا بك وصباح الخير. بداية، يعني ما الذي دفعك للانضمام إلى فريق ملهم التطوعي؟ حدثنا عن بداية انضمامك للفريق وتشكيل هذا الفريق. أول شيء صباح النور علينا وعليكم وعلى كل المستمعين. فريق ملهم التطوع مثل ما ذكرتي أنت فريق حاليا بضم أكثر من 200 متطوع موجودين في أوروبا وتركيا ودول الجوار. أسسنا الفكرة، كنا 10 طلاب مهندسين في جامعة فيلادلفيا في الأردن، اجتمعنا على فكرة أنه نساعد العالم اللي كانت عم تيجي بهذاك الوقت. كان بهذيك الأيام كان في نزوح كبير من سوريا للأردن باتجاه شمال الأردن، فكانوا العالم بحاجة كثير كبيرة لمواد التدفئة، للخيام، لهي القصص، بالإضافة لأنه بدنا ننسخ لهم مثل حملات صغيرة، كونه نحن طلاب لسه معتمدين على حالنا ومعتمدين على أهالينا بالمصروف. حاولنا نأسس مثل جماعة صغيرة تأسس أو تضيف خدمة لهذول العالم الموجودين بالأردن. فاتفقنا نحن وعشر زملاء أنه نأسس فريق منهم تطوعي، تسمية لزميل أحد زملائنا اللي أجا من سوريا عاطف نعنوع اللي هو مدير العام للفريق. خبرنا عن زميله أنه زميله استشهد أثناء إدخاله للمساعدات في منطقة بانياس السورية. طيب، يعني كلمنا عن الأنشطة المختلفة التطوعية التي تقومون بها حاليا، هل تختلف المهام أيضا من مكان إلى آخر حول العالم؟ لكن نحن هلا الانشطه عندنا بتنقسم تحت عده مجالات، بنشتغل للحالات الطبيه وللحالات الانسانيه، بنعمل الحملات الاغاثيه وبندعم قسم التعليم، بالاضافه الى موضوع اعاده تاهيل المنشات والماوى. طبعا عملنا هو في الداخل السوري، واغلب حاليا اغلب المناطق العمل تبعنا عندنا في الشمال السوري مثل ما بنقول المناطق المحرره، بالاضافه لدول اللجوء اللي هي بالاردن وبلبنان وبتركيا، بحيث انه جميع هاي النشاطات اللي بينفذها الفريق بينفذها بالداخل السوري دول اللجوء المجاورة لإله. طيب براء، ما الذي ينقص فريق ملهم التطوعي اليوم وما هي مطالبكم من المجتمعات والحكومات والمنظمات الإنسانية؟ تمام. بالنسبة للشيء اللي عم بينقصنا حاليا هو التسهيلات اللي عم بتصير عبر الدول. يعني نحن مرخصين في حاليا في أربع دول أوروبية موجودين، في تركيا بالإضافة للدول في بلاد الشام الأردن والأردن ولبنان. حاليا عم نحس حالنا أنه عم نفقده هو الحس الشباب بقيمة التطوع. يعني كانت أول الثورة كانت الشباب كتير من دفع على العمل التطوعي، كان أي حدا بس بده يقدم أي شيء. فبعد ما ظهرت المنظمات أو ظهرت الكيانات اللي عم تساعد وبعمل مأجور، قلت الشباب اللي عم تطالب بالتطوع. بالإضافة أنه نحن لساتنا موجودين على نفس الرمق اللي بلشنا فيه من أول الثورة، إن نحن بدنا نشتغل هيك وعندنا تطوع، عندنا مردود مادي قليل لحتى نكتر الخدمة اللي نقدر نقدمها للمستفيدين. طيب، ومع ذلك أنتم يعني ربما تحاولون جمع الأموال لدعم اللاجئين والمحتجين من خلال موقعكم الإلكتروني، كيف ترى حجم الدعم المالي المقدم من عامة الناس، وهل هناك طرق أخرى لجمع مثل هذه الأموال؟
هلا مثل ما ذكرتوا انتم بالمقدمه، مثل ما حكيتوا انه نحن بنقوم على جمع التبرعات عن طريق الموقع الالكتروني، عن طريق الصفحه الالكترونيه الموجوده على الفيسبوك. يلي زاد التبرعات هاي السنه والسنه اللي قبلها هو ثقه الناس فينا. مثل ما حكيتوا انتم انه ثقافه التطوع ما كانت موجوده اصلا يعني قبل الثوره، خلينا نحكي مثل ما كنت حكيتوا انه النظام واجهزته كانت تشرف على اي عمل لاي مجموعه او اي كتله. فبعد الثوره دخلنا بهي الثقافة هي التطوع بشكل كبير وأعلننا عنها وضلينا نمارس هاي الهواية أو مثلك تحكي هاي النشاطات بسوريا وبدول اللجوء. فالعالم كسبت ثقتنا وزادت التبرعات الفردية بآخر سنة تقريبا بدك تحكي أكثر من 30%. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك، كنت معنا من غازي عنتاب براء بابولي من فريق ملهم التطوعي، شكرا جزيلا لك. قبل يومين مشاهدينا تحدثنا عن واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي وذكرنا قصص نجاح لمبادرات تمكنت من تسليط الضوء على معاناتهم اليومية. اليوم سنتحدث عن مبادرات تطوعية معنية بدمج وتمكين هذه الفئة، ومن ضمنهم من يعانون من إعاقة بصرية والصعوبات التي يواجهونها لإكمال تعليمهم الأكاديمي. ومن المبادرات الملهمة مشروع مطر الذي تأسس قبل نحو 6 سنوات بهدف تمكين ذوي الإعاقة البصرية عن طريق تعزيز مفهوم التطوع والعمل المجتمعي للمساهمة في دمج هذه الفئة. مبادرة مطر تهدف إلى منح المكفوفين فرصة تعليمية وثقافية متكافئة عن طريق تسجيل الكتب والأبحاث الأكاديمية والثقافية صوتيا، ويعزز التطبيق مفهوم التطوع عن طريق توفير مرافقين للمكفوفين في الجامعات والمدارس لخدمة نحو 50,000 شخص يعانون من الإعاقة البصرية بمختلف محافظات الأردن خاصة، وأن نحو 65% من المكفوفين على مقاعد الدراسة. للحديث أكثر مشاهدينا تنضم إلينا الآن من عمان رند سليمان وهي عضو إداري في مشروع مطر. صباح الخير سيدة رند، يعني بداية يعني نريد أن نعرف منك أكثر عن مطر، كيف جاءت فكرة المشروع وكيف كانت البدايات؟ صباح الخير. هلا كانت فكره مشروع مطر بالاول هو انه احنا وجدنا في فجوه تعليميه بين الطالب المكفوف والطالب المبصر. فالطالب المكفوف هو ما بيقدر يستخدم ورقه وقلم عشان يدرس، بينما الطالب المبصر باي وقت بيقدر يستخدم الورقه والقلم عشان يدرس ويكمل دراسته. الطالب المكفوف بيحتاج ادوات معينه، ممكن كتب بطريقه بريل. هاي الكتب بتكون مكلفه اولا ماديا وحجما، وبتكلف يعني للاهل وقتا وجهدا على الطالب. فارتئينا انه احنا يعني بنسجل المواد التعليميه للمكفوفين في الجامعه، لانه بس يفوت المكفوف الجامعه هو بفوت مختلف تخصصات، مختلف كتب، مختلف مراجع، فصعب انها كلها تكون متوفره بطريقه بريل. فاحنا بنسجلها للمكفوفين صوتيا او بنطبعها علشان تكون نصوص مطبوعه تتمكن انها قوارئ الشاشه من انها تقراها. من هون اجت فكرتنا، فهيك طلع مشروع مطر. هلا هو لخدمة المكفوفين بشكل يعني تام. طيب تبرند، كيف هي نتائج خدمات تسجيل على الأرض فيما يتعلق طبعا بالتسجيل الكتب الصوتية؟ هلا المكفوفين استفادوا منها. عندنا مكفوفين انهوا البكالوريوس، ماستر، دكتوراه، رسائل ما بعد الدكتوراه، يعني كلها هاي المكفوفين استفادوا منها. طيب كان هناك أيضا حديث دائم عن تصميم تطبيق إلكتروني للمشروع سيكون هو الأول في العالم، اليوم التطبيق أصبح متاحا على الهواتف الذكية، كيف يسهل هذا التطبيق من مهمتكم؟ أكيد طبعا بيسهل هذا التطبيق. احنا أطلقنا التطبيق قبل فترة قصيرة. التطبيق فيه واجهتين، تطبيق للمكفوف وتطبيق للمتطوع أو الإنسان المبصر. المكفوف بيفوت على هذا التطبيق طبعا بشكل مجاني تماما، بيطلب الكتاب اللي بيحتاجه، وأيضا بيكون فيه بيحتفظ بالكتب اللي تم تسجيلها لإله أو تم طباعتها على شكل نصوص مطبوعة. بالنسبة للواجهة الثانية من التطبيق هو تطبيق للمتطوع، بيتمكن من خلاله بأنه يسجل الكتب صوتيا أو يطبعها على طريقة نصوص مطبوعة. هلأ ليش التطبيق أسهل؟ لأنه الإنسان بأي وقت وأي مكان، كلنا معانا تليفوناتنا،
وين ما نروح وين ما نيجي، فبيسهل عملية التطوع. أنا ممكن وأنا واقفة بستنى بطابور مثلا بدي أشتري شغلة أطبع نص، ممكن وأنا قاعدة بمكان أسجل نص صوتي أو كتاب لمكفوف، فبالتالي أنا بقدر أتطوع بأي مكان بأي زمان بتكلفة صفر وبساهم في بناء المجتمع. طيب لو تحدثنا رند عن واقع الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، أرقام وزارة التربية والتعليم توثق دمج 200 طالب فقط في المدارس، كيف يدعم مشروع مطر هذه الفئة؟ هلا الحكومة بتوفر للطلاب الكتب بطريقة بريل فقط في طريقة في المدرسة، فبعدين لما مثلا يطلع المكفوف من المدرسة ويفوت على الجامعة فهو ما عنده كتب بريل، فلما مشروع مطر يسجل ويوفر المواد التعليمية للطلاب المكفوفين بطريقة إما تسجيل صوتي أو عشان تتمكن قوارئ الشاشة من إنها تقرأهم على طريق نصوص مطبوعة، فهو بيساهم في تعليمهم ودمجهم في المجتمع أكيد، زائد إنه هو بيوفر لهم المواد التعليمية اللي هو ممكن بدل ما انه يعني يخسر فرصته في التعليم، انه انا ما عندي شيء يتوفر عشان انا اقدر اتعلم واكمل لانه انا غير قادر على قراءة هاي النصوص، فلا بالعكس هيك هو رح يقدر يتعلم ويكمل تعليمه ويعني يكمل الشيء اللي بيحلم فيه ويطمح له. طيب حدثينا عن كم الاستجابة، استجابة الشباب او الجمهور للمشاركة والتطوع للمساهمة في مشروعكم، كيف كانت؟ هلا المشاركة جدا رائعة، احنا بشارك معنا اكثر من 6000 متطوع من مختلف انحاء العالم من الشرق والغرب، يعني احنا قائم مشروعنا على حماس المتطوعين وادائهم الرائع بانهم هم بيساهموا وبيحبوا انهم يساعدوا، يعني توقعاتنا كانت في محلها الحمد لله، انه متطوعين متحمسين للعمل بيحبوا يساعدوا. طيب شو هي المعوقات اللي واجهتكم اثناء العمل؟ هلا احنا بمشروع مطر ميزانيتنا 0 دينار، فهاي يعني كانت واحد من المعوقات اللي واجهتنا، انه احنا عشان نقدر نستمر ونوصل لاكثر من حدا واكثر من مكان يعني ما عندنا كان ميزانيه، زائد انه في احيانا بيصير عندنا كتب مستعجله فبنتطلب متطوعين اكثر بوقت قصير عشان نقدر احنا نسجل هاي المواد او نطبعها عشان نامنها للمتطوع باقرب فرصه واسرع وقت. نحن بنتمنى لكم اكيد كل التوفيق. كنت معنا رند سليمان عضو اداري في مشروع مطر، شكرا جزيلا لك. سنبتعد الان قليلا عن ملف العمل التطوعي ونتحدث اقتصاديا قليلا. يعني في مصر وقعت الحكومه اتفاقا مع المؤسسات الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره التابعه للبنك الاسلامي للتنمية لدعم سلع بترولية وتموينية بقيمة 1,100,000,000 دولار في العام 2020. وقفزت الاحتياطات بشكل كبير بعد أن بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث كانت الخطوة الأولى هي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016. وأيضا في خبر اقتصادي آخر، تتأهب منظمة أوبك لزيادة تخفيضات إنتاج النفط هذا الأسبوع، ولكنها ما زالت تحتاج إلى الاتفاق مع حلفاء مثل روسيا على تفاصيل اتفاق يهدف لدعم أسعار النفط وتفادي تخمة في المعروض تلوح في الأفق أو تلوح في الأفق العام المقبل. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس في فيينا، ويعقبه اجتماع مع روسيا وغيرها من الدول لمجموعة تعرف بأوبك بلس يوم الجمعة. عودة إلى منطقتنا العربية، حيث اختتمت شركة أرامكو السعودية يوم أمس فترة تقديم الاكتتابات فيما يتوقع أن تكون أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، بينما علقت الشركة العملاقة السعودية أملها على مستثمرين إقليميين. وتسعى أكثر الشركات ربحية في العالم إلى جمع حوالي 25 مليار دولار من الاكتتاب العام الذي يصب تركيزه على المستثمرين المحليين والخليجيين، بعدما كانت تهدف السابق لتحصيل 100 مليار دولار. وبدورها قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو إنها جمعت نحو 50 مليون دولار من دين للاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو التي تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم وفقا لوكالة بلومبرغ الإخبارية. والحديث أكثر مشاهدينا معنا الآن من جدة وعبر الهاتف المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان. صباح الخير دكتور محمد. يعني بداية، ما هو السعر النهائي للسهم الواحد؟ هل عرف اليوم ومتى هو الموعد الرسمي أيضا للتداول الفعلي في السوق المالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع الاكتتاب أو الإقبال على اكتتاب أرامكو كان كبيرا جدا، ولم يتوقعه أحد أن يكون بهذا المستوى من الإقبال أو من التهافت على اقتناء أسهم أرامكو. أسهم أرامكو بطبيعة الحال كما لاحظنا من النشرات اليوم أمس وصل عدد المكتتبين أو الأسهم التي يكتتب بها إلى 5 بليون 9 من عشرة سهم، وهذه حجم هذا حجم كبير جدا، وبالتالي هنالك فرصة من قبل أرامكو لزيادة نسبة ما تم تخصيصه للأفراد والمؤسسات. هي أساسا وضعت سقفا أعلى حجمه 1 مليار سهم للأفراد و 3 مليار سهم للمؤسسات. طب لكن نتيجة لزيادة الإقبال فقد تغير الشركة هذا الاتجاه وتقبل جميع الاكتتابات التي تم سواء من الأفراد أو المؤسسات. طب دكتور محمد، طب ما هي توقعاتك لما سيمثله سهم أرامكو من ثقل وتأثير على المؤشر العام؟ ما سبب رفض أيضا الكثير من المستثمرين الدوليين من عن هذا الاكتتاب؟ بالعكس، الاستثمار الدولي هو طبعا طرح الأسهم محليا حد من دخول المستثمرين الدوليين إلى لشراء الأسهم، لأن هنالك معايير معينة تحتاج أن تتطابق مع المستثمر الذي يود أن يشتري أسهم أرامكو، عدا طبعا دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي ما لم يكن المستثمر مؤهلا أصلا لأن يستثمر في المملكة العربية السعودية لن يكون بإمكانه أن يشتري أسهم أرامكو. ما حدث بطبيعة الحال هو أن المرحلة الأولى هي للاكتتاب في السوق المحلي السعودي، ورأينا الإقبال الكبير، هو أكبر الآن بالرغم من صغر النسبة، هي 1.5% من شركة أرامكو، لكن جمعت 189 مليار ريال سعودي، وهو أكبر بهذه النسبة، هو أكبر اكتتاب في التاريخ عالميا. طيب دكتور محمد، فيما يخص ربما التطورات مع منظمة أوبك والخبر الذي ذكرناه عن تأهب منظمة أوبك لزيادة تخفيضات إنتاج النفط هذا الأسبوع، ما هي التوقعات لنتائج الاجتماعات في فيينا اليوم وغدا، وما هو سبب رفض موسكو على تمديد التخفيضات أو زيادتها عن المستوى الحالي؟ موسكو لم ترفض تمديد الاتفاق، إنما لديها تحفظ على تعميق تخفيض الإنتاج، وهذه طبعا حتى هنالك لا زال اختلاف في إطار منظمة الأوبك في اجتماعهم اليوم واجتماع غدا أوبك بلس. التحفظ لدى موسكو وغيرها هو أننا نحتاج إلى الانتظار إلى ما بعد مارس 2020 حيث ينتهي الاتفاق الحالي لمعرفة طبيعة التطورات في سوق النفط، ما إذا هنالك حاجة لتعميق تخفيض الإنتاج. لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية أهم نقطة هي مسألة الالتزام. نعم، بالنسبة لموضوع نسبة الالتزام، يعني هل هو السبب وراء اختلاف وجهات النظر في اتخاذ الخطوة المقبلة، وما هو أيضا موقف دول الخليج من تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي؟ دول الخليج مستعدة لكل الاحتمالات، لكن التخوف هو أن يتحول العبء تخفيض الإنتاج إلى دول الخليج. ولاحظنا أنه ما عدا المملكة العربية السعودية
والكويت وأنغولا، بقية دول الخليج وبقية دول الأوبك والأوبك بلس لم تكن ملتزمة بتخفيضاتها، ولذلك الآن مع وجود الوزير الجديد سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، هو شدد بأنه ليس هنالك مجال للتجاوزات، إما أن نخفض سوية ونتحمل أعباء متساوية أو أن نترك السوق تحدد حجم الإنتاج المطلوب ويدافع كل منا عن حصته في الأسواق، وهذا بطبيعة الحال أسوأ سيناريو. أعتقد أن جميع الدول تعرف ما تعنيه المملكة العربية السعودية، ولذلك لابد من الالتزام والالتزام الجاد، وخاصة من روسيا والتي تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي دكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك. الأغذية العضوية طبعا هي صيحة غذائية آخذة في الانتشار، خاصة بالنسبة مع المقبلين على القيام بحمية غذائية أو من يعانون من أمراض السمنة، ولكن مع تبني هذا النظام يصطدم الشخص طبعا بأسعار المنتجات العضوية التي تصل في بعض الأحيان إلى ضعف أسعار الأغذية والمحاصيل التقليدية، والأمر الذي يجعلنا نعيد النظر في عملية الشراء. لذلك نجد السؤال المهم دائما، ما هي أسباب ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل العضوية؟ تخرج من الجامعة يمتلك حلما كبيرا بافتتاح مشروعه الخاص في مجال الزراعة العضوية بعد أن قضى سنوات يعد دراسة جدوى لهذا المشروع. محمد سهيدي وجد في الأغذية العضوية مجالا مربحا له في ماليزيا التي تبلغ صادراتها من الأغذية العضوية نحو 270 مليون دولار سنويا، على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية العضوية مقارنة بالتقليدية، وهو الارتفاع الذي لا يعرف البعض سببه. من وجهة نظري أن الأسعار يتم تحديدها وفقا لتكلفة الحصول على المنتجات العضوية والمراحل التي تمر بها من عملية الحصول على البذور والتسميد، بالإضافة لاستخراج شهادات من الهيئات الدولية المعتمدة بأن هذا المنتج عضوي بنسبة 100%. ماليزيا تعد من الدول المتقدمة في زراعة الأغذية العضوية، وتقدم المشورة للدول التي دخلت حديثا في هذا المجال، لا سيما الدول الإفريقية التي تقدم الحكومات فيها الدعم للمزارعين المقدمين على الزراعة العضوية، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية وعملية تسويق المنتجات العضوية. مبيعات الأغذية العضوية عالميا تجاوزت 100 مليار دولار عام 2018 وفق إحصائية نشرها موقع تيك كرانش الاقتصادي، بزيادة قدرها 6% عن عام 2017. ويشير التقرير أن أكبر الصادرات للمنتجات العضوية تتركز في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 90%. الأغذية العضوية أصبحت صيحة العصر، حيث تشهد ارتفاعا متزايدا في حجم المبيعات، على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% عن الأغذية والمنتجات التقليدية، في حين تظهر الولايات المتحدة كسوق كبير للأغذية العضوية بحجم مبيعات يصل إلى 28 مليار دولار في عام 2018. محمد سيف لقناة الحرة دبي.